هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم إذن مشاهدين إلى مسار السوق من سي إن بي سي عربية وزميلتي مؤمنة فاعور. نلتقيكم اليوم المسارات حمراء في الأغلب اليوم عدا السوق القطري حتى اللحظة. السوق السعودي لا زال يعمل. إذن مسار السوق اليوم محكوم بالنتائج الشركات من الدرجة الأولى. كان من المفترض أن تكون هي المحرك والعامل الرئيس الذي يدعم الأسواق، لكن يبدو أن النفط أيضا يدخل على الخط مؤمنة. بالفعل كان هناك تراجعات متأثرة بتراجعات النفط حتى ولو كانت على شكل طفيف حوالي نصف النقطة المئوية من التراجعات على الأسواق النفطية. لنأخذ تفاصيلها ولكن بعد جولة حول أبرز العناوين. تحركات عرضية تسيطر على أسواق الخليج متجاهلة نتائج الشركات وعمليات جني الأرباح تستهدف سوق دبي المالي. المخصصات تنال من ربحية أبوظبي التجاري وتهبط بها 15% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وستاندرد أند بورز تثبت التصنيف الائتماني للبنك. في قطر هبوط أرباح المتحدة للتنمية بنسبة 40% إلى 332 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وأرباح مصرف الريان تنمو 5%. ومشاهدينا نظرة على أداء المؤشرات، نبتدأ مع الكويت الذي سجل تراجعا على جميع المؤشرات الثلاثة بعد أن كان هناك افتتاحية كانت تخللها بعض الارتفاع. عموما يغلق المؤشر السعري على تراجعات 20 نقطة المئوية، الوزني 0.7 النقطة المئوية من التراجعات، والمؤشر 15 القيادي أيضا خسر حوالي 3/4 النقطة المئوية مع سيولة تجاوزت 7,800,000 دينار كويتي مع نهاية الجلسة. مؤشر سوق دبي أيضا تراجع بربع النقطة المئوية عند 3,526 نقطة، قلص من بعض الخسائر، بقي فقط بتسعة نقاط مع أحجام تداول تجاوزت 240,000 سهم وقيم تداولات وصلت إلى 414 مليون درهم إماراتي. في مؤشر أبوظبي تراجعات طفيفة 10 نقطة المئوية قلصت مع نهاية الإغلاق إلى 4,583 نقطة، أحجام تداول وصلت إلى 144 مليون سهم مع قيم تداولات وصلت إلى 243 مليون درهم إماراتي. سوق البحرين أغلق على ارتفاعات 18 نقطة مئوية بقيمة 9 نقاط، مسقط أغلق على تراجع 10 نقطة مئوية بقيمة 4 نقاط، وبورصة قطر أغلقت على بعض الارتفاعات 16 النقطة المئوية 63 نقطة، كان قد تذبذب ما بين كسر مستويات 10,600 نقطة أعلى وأهبط من ذلك، ولكنه عموما يغلق عند 10,648 نقطة مع قيم تداولات وصلت إلى 300 مليون ريال قطري. إلى ذلك ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية قد شهدت تقلبا خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك رغم ارتفاع الإصدارات. نتابع المزيد في هذا التقرير. لا يزال النفط هو الشغل الشاغل لجميع أسواق العالم، ولا يزال تأثيره السلبي يطال جميع اقتصاديات الدول وخصوصا الدول المصدرة له كدول الخليج. فتقلبات أسعاره التي بدأت منذ نحو عامين أثرت بشكل كبير على ميزانيات تلك الدول، مما دفع حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات هيكلية سريعة، وذلك للحفاظ على اقتصادياتها قائمة ومتينة. ومن هذه الخطوات التي اتبعتها الحكومات الخليجية لسد جزء من عجز موازناتها العامة هو التوجه إلى أسواق الدين والسندات بشكل مكثف، حيث شهد نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي ارتفاعاً خلال النصف الأول من هذا العام بدعم من الإصدارات السيادية، ليصل إجمالي هذه الإصدارات إلى 55 مليار دولار، محققة إضافة بلغت 36 مليار دولار في الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي الإصدارات في عام 2015 بأكمله نحو 74 مليار دولار. أما بالنسبة لعوائد السندات السيادية لفترة تمتد من 5 إلى 6 سنوات لدبي وأبوظبي وقطر، فقد أنهت الربع الثاني بانخفاض من 21 نقطة أساس إلى 23 نقطة أساس، مستقرة عند 3.33% و 1.90% و 2.37% على التوالي.
وبحسب التقرير الصادر عن الكويت الوطني، فإن العوائد السيادية قد استفادت من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الميسرة، حيث شهدت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات طفيفة في الربع الثاني من هذا العام. هذا ومن المتوقع أن تستمر قوة نمو الدين في دول الخليج تماشياً مع الحاجات الضخمة إلى التمويل، إلا أنه من الممكن أن تتسبب المخاطر الاقتصادية الخارجية في خفض وتيرة هذا الإقبال. ومشاهدينا، ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى ما يقارب 562 مليون و600 ألف ريال. وارتفعت أرباح المصرف خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 18% لتصل إلى ما يقارب مليار و50 مليون ريال. جاءت أرباح المصرف خلال الربع الثاني من هذا العام أفضل من متوسط توقعات المحللين، كما أرجع المصرف سبب ارتفاع أرباحه خلال الفترة الحالية إلى نمو صافي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار بنسبة 27% لتصل إلى مليارين و300 مليون ريال. كذلك ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف الريان المدرج في بورصة قطر في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 514 مليون ريال. كذلك ارتفعت أرباح المصرف خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 5% لتصل إلى ما يقارب المليار و50 مليون ريال. ومشاهدينا، طبعا سنكون على متابعة لحال البورصة القطرية مع السيد حسام عنبرجي المستشار المالي. أهلا وسهلا بك معنا سيد حسام. في البداية دعنا نتحدث عن استعادة مستويات ما فوق 10600 نقطة. كيف استطاع المؤشر النجاح بهذه الاختراقات، وهل سيصمد بتمسكه بهذه المستويات يعني المحققة سابقا؟ يعني هذه الحالة الإيجابية كما بتعرفي يعني بدأت بعد إجازة عيد الفطر السعيد. شهدنا بعض عمليات الشراء الأولية اللي كانت استباقا لإعلان نتائج الشركات، ومن ثم كان إعلان بنك قطر الوطني الجيد نسبيا واللي فاق التوقعات بكثير، ومن ثم أيضا خلال الأيام الماضية شهدنا عودة للمستثمر الأجنبي بعمليات ضخ سيولة جديدة وعمليات شراء جديدة في السوق، أدت إلى تواصل هذه الارتفاعات إلى ما يقارب حوالي 900 نقطة انطلاقا من 9700 نقطة. حتى خلال الأيام القليلة الماضية السوق حقق ارتفاعات تقارب 600 نقطة متواصلة، جني أرباح لمدة يوم واحد، هي فقط ما أدى بالسوق، أو يعني جلسة تداول واحدة كانت حمراء، ولكن تدفقات النقدية اللي شهدناها بعد إجازة العيد، عمليات الشراء الأجانب، هي بالفعل المحرك الأساسي والأول لهذه الارتفاعات اللي وصلت في المؤشر اليوم إلى مستويات 10650 نقطة تقريبا. لذلك هي العامل الأساسي الأول كما أشرت. العامل الأساسي الثاني، نتائج التي تم الإعلان عنها بشكل عام جاءت أفضل من توقعات المحللين وأفضل من توقعات السوق، خاصة في بنك قطر الوطني اللي كان له أثر إيجابي جدا في دعم جزء كبير من هذه الارتفاعات خلال خلينا العشرة أيام السابقة تحديدا. نعم سيد حسام، لعل العبرة الآن ليست بالكم أكثر منه الكيف. أتحدث أنا عن السيولة، إلى أي مدى باتت هناك أسهم ذات أوزان وثقل تستقطب ربما سيولة في السوق القطري حتى يستطيع اختراق هذه المستويات الفنية المهمة؟ باعتقادي يعني السوق يقف حاليا عند مستويات مقاومة مهمة جدا، عند تقريبا مستويات 10700 نقطة. تجاوزها باعتقادي سيكون يعني مسألة وقت، ولكن تبقى يعني الارتفاعات السابقة يعني تضعنا أمام خيار جني أرباح سريع، أو حتى أن يعود المؤشر للهدوء قليلا بعمليات تداول عرضية، أو حتى عملية جني أرباح معقولة خلال المستويات الحالية ممكن أن تكون يعني أكثر جاذبية، حتى لأن المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي يعني بعد ارتفاعات بعض الأسهم ارتفعت حوالي 10% خلال الفترة السابقة يعني، وهذا جاء بعد فترة طويلة من ثبات الأسعار
عند مستويات محدودة، لذلك أي عملية ضخ سيولة في الوقت الحالي أنا أشوفها يعني مستبعدة حاليا. ممكن أن يتم إعادة ضخ سيولة ما أخرى بعد نوع من أنواع التهدئة على المؤشر أو حتى على الارتفاعات اللي كانت سابقا. النتائج ما نحن الآن في وقت نتائج، وما زالت يعني كل يوم عندنا عدد من الإعلانات المهمة، مثل يوم قطع للتأمين ستعلن هي القيادة في قطاع التأمين، لذلك باعتقادي ممكن أن يكون على أثر إيجابي الإعلانات خلال الوقت الحالي في ضخ مزيد من السيولة، ولكن الاستمرار الارتفاع بمستويات كبيرة وبأحجام أيضا كبيرة لن يكون صحيا أيضا، مثل ما هو الهبوط المستمر وبنسب كبيرة أيضا لن يكون صحيا للسوق. نعم. يعني الأسواق المالية عموما تخضع للعديد من المؤثرات، على رأسها البيانات المالية بالفعل، والتي يعني كما لاحظنا بأن معظم الشركات جاءت بنتائج أعمال جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، البعض جاء بأفضل من التوقعات. قد تكون من العوامل أيضا المؤثرة على أسواق المنطقة هي أسعار النفط والتي تسجل اليوم تراجعات، ولكن يبدو بأنه اليوم معظم الأسواق كانت على تراجع باستثناء البورصة القطرية، هل يعني ذلك بأن هناك شبه عدم ارتباط أو قلة في معامل الارتباط ما بين البورصة القطرية وأسواق النفط اليوم؟ يعني باعتقادي أسواق النفط أو أسواقنا بشكل عام احتسبت أسعار النفط بين مستويات ال 45 إلى 50 دولار، لذلك باعتقادي تأثير أسعار النفط على البورصات في الوقت الحالي ممكن يكون محدود نسبيا. ما يحكم الأسواق الآن هي عمليات ضخ السيولة الجديدة اللي شاهدناها يعني بعد خلينا نسميها يعني قلة أو ضعف توقعات المستثمرين حول العالم برفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى، هذا شيء حفز جزء من السيولة إلى العودة مرة أخرى للأسواق. حتى شاهدنا يعني مؤشر داو جونز خلال يوم أمس يسجل قمة جديدة أو سجل قمة جديدة خلال الأيام السابقة، لذلك باعتقادي هذا الشيء وانحسار بعض المخاوف السياسية بشكل عام أدت إلى عودة السيولة مرة أخرى إلى بورصات الأسهم بعيدا عن الملاذات الآمنة. شفنا الذهب خلال الفترة الماضية أيضا انخفض. خلينا نقول على سوق الدوحة فعليا ضخ الأجانب لسيولة جديدة بعد خلال 3 أيام السابقة هي ما كان له الأثر الإيجابي الأكبر. نتائج الشركات جيدة، وإن كان هناك يعني نظرتين لهذه النتائج، النظرة الأولى أن هي جاءت أفضل من توقعات المستثمرين، هذا كلام صحيح، ولكنها ما زالت تسجل معدلات نمو سلبية. يعني البنك مصرف قطر الإسلامي على سبيل المثال العام الماضي حقق نسبة نمو في الأرباح 35%، في الربع الأول حقق نسبة نمو حوالي 23%، الآن يحقق نسبة نمو حوالي 18%، هذا يعني أن أنا عندي معدل نمو إيجابي صحيح ولكن في تراجع. كذلك مصرف ريان خلال الأعوام السابقة كان محقق معدلات نمو تفوق 10%، الآن معدلات النمو في تراجع. اليوم حتى أنا في عندي شركة عقارية أعلنت اللي هي المتحدة للتنمية، هناك نسبة نمو كبير، عفوا نسبة نمو سلبية كبيرة في الإيرادات تقارب 40% وتراجع الأرباح أيضا. لذلك باعتقادي هناك عوامل أساسية في السوق المحلي هي ما يضغط بشكل يعني خلينا نقول سلبي على المدى البعيد بالنظر لتوقعات الأرباح، وإن كانت تأتي ممكن يكون نحن كمستثمرين متشائمين فعليا، فتأتي حتى مع تراجع الأرباح تأتي أفضل من توقعاتنا، ولكن يعني يجب علينا أن نكون يعني منطقيين أو حتى حذرين. كل العوامل الخارجية ستؤثر على السوق، ولكن سيعود السوق في النهاية لتحكم العوامل الأساسية من معدلات النمو من الأرباح والإيرادات. جيد. سيد حسام، يبقى السؤال الآن إلى أي مدى من الممكن أن يستمر هذا الرالي، أم أنه معرض ربما لعمليات تصحيح وجني أرباح قريبا؟ يعني باعتقادي هذا يالي يحتكم إلى عاملين أساسيين، عمليات ضخ السيولة اللي بيقوم فيها الأجانب هذه لا نستطيع التنبؤ فيها أو لا نستطيع الحكم عليها أو يعني إدارتها فعليا. أما
أما العامل الثاني هو كما أشرت لك العوامل الأساسية الداخلية. الآن نحن في موسم الإعلانات الأرباح، شفنا بنك قطر الوطني أعلن وكانت نتائجه جيدة بعد استحواذه على البنك التركي. باعتقادي كل شركة على حدة مسؤولة عن نتائجها أو ستعكس نتائجها توجه المستثمرين في السوق، وستعكس هذه النتائج الحركة بشكل عام خلال في السوق خلال الوقت القادم. العوامل الخارجية، التقلبات السياسية، أو حتى يعني أسعار النفط إن لم نشهد ارتفاع قوي فوق $50 أو حتى عودة للهبوط تحت مستوى $45 إلى مستويات $40، باعتقادي ستكون هذه العوامل محيدة بشكل أو بآخر، أو تأثيرها على السوق تأثير محدود خلال الفترة القادمة. نعم. إذا السيد حسام عنبرجي المستشار المالي كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. ونتجه وإياكم مشاهدينا إلى فاصل قصير. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبقى مع المتحدة للتنمية القطرية والتي تعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في قطر وصاحبة مشروع اللؤلؤة. واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الماضية نتيجة تباطؤ الإنفاق الحكومي وانخفاض وتيرة تسليم الوحدات بالمقارنة مع عام 2015، وهو ما أدى إلى هبوط الأرباح الصافية للشركة بنسبة 40%. المزيد من التفاصيل مشاهدينا عن هذا الموضوع في هذا العرض للزميلة حفيظة البشاري. شركة المتحدة للتنمية بلغت أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 353 مليون ريال قطري، أي بنسبة انخفاض بلغت 40%، نتيجة الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية وأيضا الإيرادات الأخرى. نتابع في هذا العرض تطور ربحية شركة المتحدة للتنمية، وطبعا هذه الشركة هي المسؤولة عن تطوير مشروع اللؤلؤة بقطر. نبدأ أولا مع تطور الأرباح. في الربع الأول من 2016 سجلت الشركة حوالي 259 مليون ريال قطري، تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام وتسجل حوالي 73 مليون ريال قطري خلال الربع الثاني من 2016. وطبعا لاحظوا التراجع، تراجعنا من 295 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2015 لنصل إلى هذه القيمة خلال الربع الثاني من 2016. كيف كان الأداء النصفي لشركة المتحدة للتنمية؟ تراجع بنسبة التراجع حوالي 40%، وتسجل خلال النصف الأول حوالي 332 مليون ريال قطري. ماذا عن الأداء القطاعي للمتحدة للتنمية؟ نبدأ أولا مع قطاع التنمية الحضرية، والذي تراجع أيضا خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 48%، يسجل حوالي 305 ملايين ريال قطري. قطاع الضيافة أيضا لاحظناه أيضا يقلص أو يضيف من الخسائر إلى حوالي 11 مليون و800 ألف ريال، ونسبة الزيادة حوالي 638%. البنية التحتية ارتفع وقفز بحوالي 1% إلى 49 مليون فاصل 6. وأيضا قطاعات ثانية كانت طبعا دعمت البيانات المالية للشركة وسجلت نسبة نمو إلى حدود 28 مليون ريال قطري. ماذا عن أسباب انخفاض الأرباح لهذه الشركة؟ نبدأ أولا مع انخفاض في إيرادات التشغيلية بنسبة 20%، أيضا انخفاض إجمالي الربح بنسبة 28%. ثم أيضا من بين العوامل الثانية المؤثرة أيضا على الأرباح هو انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 27%، وأيضا كان هناك خسائر لدى الشركة ببيع أصول مالية بقيمة 17 مليون ريال قطري.
ماذا عن الأداء التشغيلي للشركة؟ طبعا التأجير القطاعات التي تشتغل فيها الشركة وهي التأجير السكني وإيرادته ارتفعت بنسبة 4%، أيضا سجلت قفزة وارتفاعات في إيرادات تأجير التجزئة بحوالي 39%. ما هي أبرز مشاريع شركة المتحدة طبعا وهي المسؤولة طبعا عن تطوير مشروع اللؤلؤة في قطر كما ذكرت، وأيضا لديها مدينة سنترال وأبراج كارتي في قطر، ثم أيضا بين مشاريع الشركة أستيكو قطر بالإضافة إلى جيكو ثم رونوتيكا الشرق الأوسط. ما هي ملامح مشروع اللؤلؤة في قطر؟ نلقي عليها نظرة. أولا الجزيرة تتألف من حوالي 10 مناطق سكنية. أيضا بالنسبة لملامح مشروع اللؤلؤة هي طاقتها الاستيعابية حوالي 19,000 وحدة سكنية. عدد السكان حاليا هو 15,000 نسمة. وأيضا حجم الاستثمارات الحالية في اللؤلؤة بحوالي يقدر بحوالي 2 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة المتوقعة لمشروع اللؤلؤة تقدر بقيمة 4 مليارات ريال قطري. ماذا عن العوامل المؤثرة على في البيانات المالية للشركة؟ أولا هناك استمرار لتسليم الوحدات السكنية والتي لم تنتهي بعد في مشروع اللؤلؤة، أيضا نمو في الإيرادات التشغيلية، ولا ننسى أيضا ضبط المصاريف التشغيلية للشركة والتي أيضا كان لها الأثر في البيانات المالية والأرباح، وأيضا إطلاق مشاريع جديدة لشركة المتحدة، وأخيرا الإنفاق الحكومي والتمويل والذي تناقص بفعل طبعا تراجع الإنفاق الحكومي ككل على معظم المشاريع في قطر، وبالتالي هذا طبعا أثر وكان له الأثر في البيانات المالية. إذن كانت هذه أبرز البيانات المالية لشركة المتحدة للتنمية خلال النصف الأول من هذا العام والربع الثاني أيضا هذا العام. نبقى مشاهدينا في أخبار الإمارات، حيث انخفضت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب من 1,120,000,000 درهم. وانخفضت أرباح البنك خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 15% لتصل إلى ما يقارب 2 ملياري درهم. جاءت أرباح البنك خلال الربع الثاني من هذا العام أفضل من متوسط توقعات المحللين، كما أرجع البنك سبب تراجع أرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 116% لتصل إلى 703 ملايين درهم. وطبعا في سياق آخر، كانت قد ثبتت وكالة ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند درجة A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن ميجرن إن دائرته تعكف على إعداد مشروع قانون جديد للإيجارات يهدف لتنظيم إيجار الأنواع المختلفة من الممتلكات، موضحا أن القانون الجديد يسعى لتنظيم أفضل السبل للسوق عبر تجزئة أنواع الممتلكات وتحديد آلية استئجار مراكز التسوق والمكاتب والوحدات السكنية، مبينا أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد هذا العام. وأشار إلى إصدار قانون معدل آخر يهدف لتنظيم سوق المزادات العلنية وتنظيم إدارة الأماكن العامة في مناطق التطوير. وإلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر لسي أم بي سي عربية، الذي قال إن نمو أرباح البنك خلال النصف الأول جاء مدفوعا بالتركيز على الإيرادات والرسوم، مشيرا إلى أن ارتفاع المخصصات جاء نتيجة تأثيرات تراجع أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية. ارتفاع نسبة المخصصات، أنت مثل ما أنت عارف الرؤية ما هي واضحة اقتصاديا في المنطقة، وتأثيرات نزول أسعار النفط، الوضع السياسي الغير مستقر في المنطقة كلها، أثر تأثيرات سلبية على البورصات سواء البورصة الكويتية ولا البورصات العالمية، وهذا كان فيه عليها إفكت سلبي على قيمة الأصول الموجودة والضمانات، فمن ما أدى إلى ذلك إلى انعكاس على المخصصات المطلوبة. وهذه واجبة الواحد إنه يكون عنده الحيطة يأخذ المزيد من المخصصات في ظروف مثل هذه. لاحظنا بعض التباطؤ في محفظة القروض مقارنة بتلك في 2015، ما هي الأسباب؟
فعلا في بعض التباطؤ، ولو أن نتوقع أن البيئة التشغيلية حتكون أفضل في النصف الثاني من هذا العام، نتوقع أن راح يكون ضخ المزيد من المشاريع، وأنت مثل ما أنت عارف أن بنك الكويت الوطني هو الرائد في هذه المشاريع، فإن شاء الله يكون لنا نصيب الأسد فيها. فنعتقد أن في البايبلاين مشاريع جاية خلال الشهور القادمة. قبل فترة أنهى بنك الكويت الوطني زيادة في رأس المال بواقع 6.5%، ما أهم نتائج هذه الزيادة؟ والله هي أساسا بدت من العام الماضي، كان في عندنا التير 1 والتير 2 وكلهم الحمد لله في الدولار الأمريكي وفي الدينار الكويتي تمت في نجاح، والآن جينا إلى زيادة رأس المال وزدنا رأس مالنا 6.5% والحمد لله تكللت كلها بالنجاح، غطينا الزيادة المطلوبة 3 أضعاف المطلوب، كفاية زيادة رأس المال عندنا أكثر من 17% اللي هي أكثر من النسبة المطلوبة. الوطني قاد قبل فترة تمويل مشروع الوقود البيئي أو الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي، حدثنا كيف توزعت خارطة التمويل؟ هي الشريحة كلها 1.2 بليون، يعني جزء منها conventional جزء إسلامي، احنا أدرنا الجزء conventional اللي هو تقريبا 800 مليون، وبيت التمويل أدار الجزء الآخر اللي هو الجزء الإسلامي 400 مليون. إذن كان هذا هو مسار السوق لهذا اليوم، يبدو أن المسار متعرج إلى حد كبير واللون الأحمر هو الطاغي لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، تحية لكم ومني ومن طاقم العمل، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.